مرحبا، دعونا نشرح عن خصائص اللوغاريتمات. لنبدأ بمراجعة سريعة عن تعريف اللوغاريتم. فإذا كتبت، دعونا نفترض أني أكتب لوغاريتم الأساس x ل a، يساوي، سأختار حرفا ليكن n. ماذا يعني؟ حسنا، هذا يعني أن x مرفوعة للقوة n تساوي a. إذن x مرفوعة للقوة n تساوي a. أعتقد أننا نعلم ذلك، لقد تعلمنا هذا في عرض اللوغاريتم. من المهم جدا أن ندرك أنه عندما نقيم عبارة لوغاريتم مثل لوغاريتم الأساس x ل a، ما ستحصل عليه سيكون عبارة عن أس. إن هذه عبارة عن أس، هذا مساوي لذلك الشيء، يمكنك كتابته بهذا الشكل، يمكنك ذلك لأن هذا مساوي لهذا، يمكنك أن تكتب x فقط وستبدو مربكة بعض الشيء، أي بالنسبة للوغاريتم الأساس x ل a يساوي a. كل ما فعلته هو أنني أخذت هذه ال n واستبدلتها بهذه العبارة، وأردت كتابتها بهذا الشكل لأنني أردتكم أن تحصلوا على قدرة استيعاب مفهوم اللوغاريتم عندما تقيموه. ستعرفون أنه في الحقيقة عبارة عن أس، وسنأخذ هذا المفهوم، وهو جاء من حيث أتت جميع خصائص اللوغاريتم. دعوني أقوم ما أرغب بفعله حقيقة، هو أنني أريد الحصول على خصائص اللوغاريتمات من خلال السعي لإيجادها، ثم لاحقا سألخصها وأنقيها، لكن أريد أن أوضح كيف تم اكتشاف كل هذا. دعونا نفترض أن x، اسمحوا لي أن أغير الألوان لأنني أعتقد أن هذا يجعل الأمور ممتعة. لنفترض أن x مرفوعة للقوة L تساوي A، حسنا، إذا كتبنا ذلك بصورة لوغاريتم فهو يمثل نفس العلاقة كاللوغاريتم. يمكننا أن نكتب أن لوغاريتم الأساس x ل a يساوي l. لقد أعدت كتابة ما قد كتبته في السطر العلوي. الآن دعوني أبدل الألوان. إذا أردت أن أقول أن x مرفوعة للقوة m تساوي b، إنه نفس الشيء، لقد قمت بتغيير الأحرف فقط، لكن هذا يعني أن لوغاريتم الأساس x ل b يساوي m. لقد فعلت نفس الشيء الذي فعلته في هذا الخط، قمت بتغيير الأحرف فقط. دعونا نستمر ونرى ماذا سيحدث. لنفترض، دعوني أحصل على لون آخر. لنفترض أن لدي x مرفوعة للقوة n، وتقول أين تذهب بهذا، لكنك ترى إنه منظم جدا. x مرفوعة للقوة n تساوي a ضرب b، إذن x مرفوعة للقوة n تساوي a ضرب b، وبهذا كأنك تقول أن لوغاريتم الأساس x، لوغاريتم الأساس x ل a ضرب b. ماذا يمكننا أن نفعل بكل هذا؟ حسنا، دعونا نبدأ بهذا هنا. x مرفوعة للقوة n تساوي a ضرب b، كيف يمكننا أن نعيد كتابته؟ حسنا، a عبارة عن هذا و b عبارة عن هذا، دعونا نعيد كتابة ذلك. نحن نعلم أن
x مرفوعة للقوة n تساوي a، و a عبارة عن هذا، أي x مرفوعة للقوة l. ما هي b؟ حسناً، b عبارة عن x مرفوعة للقوة m. لا أفعل أي شيء خيالي الآن، لكن ما هو x للقوة l مضروب في x للقوة m؟ حسناً، نحن نعلم من الأسس أنه عندما نضرب عبارتان لهما نفس الأساس وتختلفان بالأسس نقوم بجمع الأسس. إذن هذا يساوي، دعوني أخذ لون محايد، لا أعلم إذا كنت قد قلت ذلك بشكل صحيح، لكن أعتقد أنك قد استوعبت الفكرة. عندما يكون لدينا نفس الأساس ونقوم بعملية ضرب بإمكاننا أن نجمع الأسس، هذا يساوي x مرفوعة للقوة l زائد m. إن الاستمرار في تغيير الألوان أمر مرهق، لكن فهمتم ماذا أقول. x مرفوعة للقوة n تساوي x مرفوعة للقوة l زائد m. دعوني أضع ال x هنا، أردت أن يكون ذلك باللون الأخضر. حسناً، x مرفوعة للقوة l زائد m. نعلم أن x مرفوعة للقوة n تساوي x مرفوعة للقوة l زائد m. حسناً، لدينا نفس الأساس، هذه الأسس يجب أن تتساوى. إذن نحن نعلم أن n تساوي l زائد m. L زائد M. ماذا فعل هذا لنا؟ إنني أتعامل مع لوغاريتمات، هل وصلت إلى شيء ما؟ أعتقد أنكم ترون أنني قد وصلت. حسناً، ما هي الطريقة الأخرى لكتابة N؟ لقد قلنا x مرفوعة للقوة n تساوي a ضرب b، لقد تخطيت شيئا ما، ذلك يعني بالرجوع إلى هنا x مرفوعة للقوة n، ذلك يعني أن لوغاريتم الأساس x ل a ضرب b يساوي n. لقد عرفنا هذا، لم أتراجع أو شيء كهذا، كل ما في الأمر أنني نسيت كتابة ذلك عندما فعلته منذ البداية، لكن على أي حال، ما هو n؟ ما هي الطريقة الأخرى لكتابة n؟ الطريقة الأخرى موجودة هنا، لوغاريتم الأساس x ل a ضرب b. نحن نعلم أنه إذا عوضنا n مكان هذا سنحصل على لوغاريتم الأساس x ل a ضرب b، وكم يساوي ذلك؟ حسناً، يساوي L. الطريقة الأخرى لكتابة L موجودة في الأعلى هنا، تساوي لوغاريتم الأساس X ل A زائد M. وما هي M؟ M موجودة هنا، تساوي لوغاريتم الأساس x ل b. ولدينا هنا الخاصية الأولى للوغاريتمات. حسناً، هذا يساوي لوغاريتم الأساس x ل a ضرب b، يساوي لوغاريتم الأساس x ل a زائد لوغاريتم الأساس x ل b. وهذا أتمنى أنه قد أثبت لكم، وإذا أردتم الحصول على تفسير سبب نجاحه فهو لأن اللوغاريتمات عبارة عن أسس فقط. سأترككم هنا الآن،
وفي العرض التالي سأثبت خاصية لوغاريتمية أخرى، أراكم قريباً.